السلام عليكم الاخوان. هذا الفيديو هذا هيكون خاص يعني بالين الياباني بشكل عام، وخصوصا يعني الناس يبغوا يخدموا على هذا الزوج هذا، فكنصحهم على انهم يخدموا على جي بي بي جي بي جا، وحتى اليو اس دي جي بي جي بي يعني الدولار والين، وحتى الباوند والين. فغادي يعرف واحد الانخفاض يعني حاد يعني في الايام القليله القادمه، وغنرجعو حتى يعني في السابق يعني لو شفتو معايا، هذه كانت يعني في 2018 يعني كان هناك انخفاض، ونوريكم حتى الأسباب علاش كاين هذا الانخفاض هذا. غادي نرجعو كذلك يعني في السابق. اوكي تشوفو معايا يعني هنايا كتبين على أن هناك انخفاض يعني في سنة 2018، ونشوفوا 2017 يعني 2017 2018 يعني كان كذلك هناك انخفاض يعني كيف ما كتشوفوا معايا. اوكي يعني كان هناك يعني انخفاض حاد، وحتى في 2018 انخفاض حاد، وحتى انا رجعنا في 2016 غادي نلقاو نفس الشكل. اوكي يعني نفس الشكل يعني في السنه يعني ديال 2016. غادي نشوفو يعني حتى في 2019 يعني اوكي عندك في 2018 2019 كما كتشوفو معايا يعني كان هناك كذلك انخفاض حاد يعني في الايام يعني ايام السنة، بعد ايام كذلك السنة يكون هناك انخفاض حاد. ف اوكي يعني حتى الان يعني بدأ هذا الزوج يعني يو اس دي جي بي جي بي جاك او لا الدولار والين الياباني بدأ الان في الهبوط. الناس اللي خدامين او الناس اللي معنا في الجروب شدينا البارح من هذا المستوى هذا، ومازال ان شاء الله يعني غادي ننتظروا يعني الوصول ديالو الى اوكي الى مستوى 108 0.07 يعني هذا المستوى هذا يعني 108 سنتابع ان يصل اليها هذا الزوج. فبالنسبة يعني الأسباب يعني السبب الذي يترك يعني اليد الياباني هي عطلة أعياد الميلاد. فاليابان بشكل عام لا تحتفل بأعياد الميلاد لأن يعني حسب ديانتها، لأن من غالبية أو الديانة المعترف بها يعني في تلك الدولة هي ديانة أظن أنها البوذية، لكن المسيحية لا تحتفل يعني أو لا يتم يعني الاحتفال بأعياد الميلاد في اليابان. لهذا يتم يعني تكون هناك انخفاض في السيولة يعني بالنسبة للتراب، وهذا ما يؤثر على الجي بي كاك. اوكي الاخوان يعني سننتظر الى ان يتم تحقيق الهدف الخاص بنا، بعدها سوف نؤكد يعني الصفقة يعني عبر فيديو. ان شاء الله يعني في الايام القادمة سوف نقوم كذلك يعني بطرح لكم توصيات اخرى يعني بخصوص يعني للين او حتى الازواج الذهب، او حتى يعني زوج يعني الذهب دولار، وكذلك الازواج الاخرى سوف نقوم بالتحدث عنها وبعمل تحليلات فنيه خاصه بها.